إذن حالة الترقب باتت سيدة المشهد في لبنان بعدما توعدت إسرائيل بالرد على هجوم مجد الشمس في الجولان. وضع أمني مشحون دفع بالعديد من شركات الطيران الدولية إلى تعليق رحلات من وإلى لبنان. الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت تعليق رحلاتها من مطار باريس شارل دوغول نحو بيروت يومي 29 و30 من يوليو، أي اليوم وغدا، وقالت بأن تراقب الوضع لحظة بلحظة. أيضا الخطوط الجوية الألمانية لوفتانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية تابعة للمجموعة قررت هي الأخرى تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس في ظل هذه التطورات الأمنية وطبعا التهديدات الإسرائيلية. كما أشارت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إلى حدوث اضطرابات في مواعيد رحلات الجوية مع زيادة مخاطر التأمين بعدما أرجأت أمس عددا من رحلاتها. وأظهرت مشاهدينا شاشة عرض معلومات الرحلات بمطار بيروت وموقع فلايت رادار الإلكتروني لتتبع الرحلات بأن الخطوط الجوية التركية ألغت أيضا رحلتين الليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك كانت قد أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلات جميع رحلات الجوية إلى بيروت، وذلك بعد قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت في انتظار تقييم الوضع الأمني في لبنان.